باقي المشاهدين في قناة أغابي في كل مكان، أهلا ومرحبا بيكم في برنامجكم عائلتي. بتوحشونا من أسبوع لأسبوع، وزي ما أنتوا بتستنونا إحنا بنستناكم. النهاردة موضوع جديد شيق، ما تتحركش من قدام التلفزيون، هتسمع الموضوع الشيق ده على طول بعد الفاصل ودقائق من دلوقتي. وعدناكم موضوع جديد النهاردة، الموضوع الجديد بعنوان الخلافات الزوجية الناجحة. أنا متأكد أن كتير من الناس اللي بيسمعوني دلوقتي بيقولوا يعني إيه خلافات ناجحة، يعني هو في خلافات فاشلة؟ آه طبعا، هي كل الخلافات فاشلة الحقيقة، إنما إحنا النهاردة عاوزين نتمرن ونتدرب مع بعض على حاجة اسمها الخلافات الزوجية الناجحة، لأنه ممكن الخلافات اللي بين اتنين تبنيهم بدل ما تحطمهم. في يعني مفهوم سائد عند الناس بيقول انه الخلافات اللي بين الناس تعني ان الزواج فاشل. حقيقة انا عاوز اطمنك واطمن كل واحد بيسمعني، زوج وزوجة حتى مع الولاد، انه كلمة العلاقات الزوجية اللي فيها خلافات تساوي زواج فاشل دي كلمة مش دقيقة لأي سبب. ليه بقول الكلام ده؟ لانه اي اتنين تحت قبة السماء لازم يكونوا مختلفين. شوفوا يا جماعة، احنا لو جبنا اتنين ملايكة مع طبعا فارق التشبيه وحطناهم مع بعض، يعني راجل كله بساطة وكله بركة وست كلها، هنحطهم مع بعض تحت سقف بيت واحد لازم هيختلفوا. لو ما اختلفوش آسف أقول الاتنين دول لازم يشرفونا في العيادة. يعني مفيش حاجة اسمها واحد ما بيختلفش مع حد، يعني ما يختلفش يعني مش موجود، ما ملوش رأي ملوش فكر، مش ممكن. يعني تتذكروا كلمة السيد المسيح الجميل على في موعظة الرائعة على الجبل، قال ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. يعني في ناس بتقول نعم وفي ناس بتقول لا، أو المسيح بارك الاثنين، أنا ليا رأي، في رأي اسمه النعم ورأي اسمه لا. فلما واحد في الطرفين يقول لا، ده مش معناه أن الاثنين ما بيحبوش بعض أو أن الاثنين مش على وفاق. فالنهاردة احنا نتكلم على سلسلة الخلافات الزوجية الناجحة. أول نقطة في السلسلة دي اللي هنتكلم فيها النهاردة ويمكن تاخد مننا شوية وقت، اسمها أسباب الخلافات الزوجية. أسباب الخلافات الزوجية كثيرة، ولكن أنا هحاول ألمها معاكم النهاردة في نقاط محددة. يعني القصة بتاعتنا اللي أنا عاوز أحكيها النهاردة، ودايما زي ما أنتوا عارفين المسيح علمنا بدون مثل لم يكن يكلمهم، نتكلم على مثل حصل في الكتاب المقدس لزوجين اختلفوا مع بعض. القصة دي مذكورة في سفر صمويل تاني الإصحاح السادس. القصة دي بتاعت داود، تعرفين داود كان متجوز، اللي فيكم يحب يعرف يعني قصص زواج داود، انه زمان في العهد القديم كان مسموح بالزواج من اكتر من امرأة عشان ما حدش يزعل من داود. يعني موجودة في اخبار ايام اول اصحاح 3 مكتوب اسماء زوجات داود السبعة. واحدة من زوجات داود كانت بنت ملك، كان اسمها ميكال. وطبعا حضراتكم عارفين لما تبقى بنت ملك تبقى جوازة ايه، زي ما بيقولوا جوازة سقع. يعني داود اتجوز بنت ملك اللي هي بنت شاول اسمها ميكال، والجوازة يبدو عليها انها كانت ترفرف عليها اعلام المحبة. يعني والكتاب يحكي لنا في سفر صمويل اول اصحاح 18 ان كان في علاقة حب شديدة جدا بين ميكال وبين داود، لدرجة ان من كتر المحبة اللي كانت بين ميكال وبين داود، الحب ده سيرة الحب ده ما استخبتش، الوصيفات بتوعها حسوا بالحب، فنقلوا القصة دي لأبوها اللي اسمه شاول. فشاول يعني عرف انه قد كده بنته بتحب داود، تخيلوا اب عرف ان بنته بتحب داود، ومع انه كان في بين الاتنين قصة حب، لكن الحقيقة الزواج بتاعهم انتهى بفشل ذريع. واللي عاوز يقرأ قصة الفشل الذريع دي يقرأ معانا في سفر صمويل تاني صح 6، ولو تحبوا تعرفوا من الآخر حصل ايه، يقول في العدد 23 ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها. يعني بالعربي هجرها، قال لها روحي مش عاوز منك عيال، ولولا الملامة كان طلقها. زمان كان مسموح بالطلاق، بس الراجل داود ده كان راجل كريم جدا واحترم قوي عشرة ميكال بشاول، يعني على اعتبار ان هو حماه، والراجل محبش يعني يسيء الى ذكريات شاول، كان راجل يعني عنده اصل، فقال لها خلاص لكن مش هجيب منك ولاد. القصة بتبتدي يا جماعة في سفر صمويل تاني صح 6، بتقول انه داود كان راجل بطل حرب، وبتبدأ القصة ان داود راح علشان يجيب تابوت العهد، يجيبه من
الفلسطينيين يجيبوا عندنا في أرض إسرائيل، يعني أو عندهم يعني في أرض إسرائيل. طبعا لما الملك يروح يجيب تابوت العهد، تابوت ده اللي هو تم سبيه وتم سرقته، يعني دي حادثة تستحق أن تسجل في التاريخ. يعني أنه داود يروح يجيب التابوت دي حاجة، يعني ما عرفش تتذكروا حضراتكم ولا لأ، أنا أتذكر هذا اليوم اللي فيه راس القديس ماري مرقس جت عندنا في مصر بعد ما كانت قعدت فترة طويلة في روما أيام قداسة البابا المتنيح القديس البابا الأنبا كيريلوس السادس. وأنا فاكر اليوم ده كويس قوي لما سيدنا البابا جاب راس ماري مرقس، مش عارف يمكن في ناس قاعدين بيشوفوني دلوقتي فاكرين الحادثة دي، احتفالات لا تتخيلوا السعادة اللي الناس كانت فيها. راس ماري مرقس رجع مصر كروز الديار المصرية المطرقة السمراء. فأنا فاكر يوميها كنا قاعدين في أرض المطار، وبعدين كان زمان مسموح يعني ان احنا ندخل عند مهبط الطيارات، وفاكر يعني كان في جمع ضخم من الكهنة ومن الأساقفة، وأنا يعني شايفين الطيارة بتنزل كده وقلوبنا عمالة ترقص، وأول ما الباب اتفتح وسيدنا البابا طالع وشايل على كتفه جسد ماري مرقس، لا تتخيلوا، يعني مش قادر أقول لكم، الناس بتزغرط وبتعيط في نفس الوقت، وشايفين الحمام وهو عمال يرفرف، والظواهر روحية وقصة فرح غير طبيعية يعني. فلما تابوت العهد يرجع، تخيلوا بقى تابوت العهد اللي هو رمز حضور الله في الشعب، كان في فرح عارم في الشعب كله. داود بطل القصة بتاعتنا شاف التابوت جاي، من كتر فرحته يقول الكتاب كل ست خطوات كانوا بيتبحوا ذبيحة، تخيلوا كل ست خطوات 1 2 5 6 ذبيحة عبر الطريق كله من ساعة ما جابوه من أرض فلسطين لغاية أرض شعب إسرائيل. في الوسط بقى في الفرح الشعب فرحان واللي بيزغرط، وكان في زمان قواعد فولكلورية كده الناس عمالة ترقص مع بعض، مش رقص يعني زي بالمفهوم بتاعنا، رقص شعبي يعني. داود شاف الناس بترقص راح قالع العباية الملكية ونزل وسطيهم راجل بقى ايه منهم وعليهم راجل ابن بلد يعني بالعربي كده، وابتدى يرقص معهم. مين بقى ما عجبتوش القصة؟ ميكال اللي هي بقى مين؟ بنت الملك اللي هي مراته. يقول الكتاب في عدد 16، ولما دخل التابوت مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبها. خلي بالك من الآية دي اللي معاك كتاب يعلم عليها، احتقرته في قلبها. خلي بالك لأن دي أول أسباب الخلافات الزوجية، احتقرته في قلبها. اللي حصل بعد كده أنه ساعة لما داود جه البيت وميكال بتفتح الباب عشان تستقبله، تخيلوا حصل ايه. الست دي اللي هي بنت الملك زوجة داود تشتم داود، تهينه، تقوله كده ما كان أكرم ملك إسرائيل حين تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. ميكال بتقول لجوزها أنت سفيه لأنه رقص يعني. خلي بالكوا القصة ابتدت فين؟ ده أول سبب من أسباب الخلافات الزوجية، احتقرته في قلبها. البداية يا جماعة تبدأ في القلب. الإنسان لما يبتدي يغير نظرته لشريك حياته. سؤالنا دلوقتي يا جماعة، كيف تنظر لشريك حياتك؟ حسب نظرتك، حسب قلبك اللي بيبص، موقفك هيحدد طريقة معاملتك معه. والكتاب يقول من فضلة القلب يتكلم إيه؟ اللسان. طيب تعال نسمع نشوف القصة دي ماشية ازاي. لو حضراتكم رجعتوا معانا لأول فرح حدث في التاريخ، أول مرة يحصل فرح، محدش اتعزم في الفرح ده غير شخص واحد اللي هو شخص ربنا. كان في اتنين بيتجوزوا آدم وحواء، وربنا عمل لهم الفرح في سفر التكوين الأصحاح التاني. يقول الكتاب كده على لسان السيد المسيح لكل المجد، هو بيعلق على أحداث هذا الفرح في متى 19 وفي مرقس 9، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. ولو سمعتوا الفرح ده حصل إزاي يا جماعة، تاخدوا بالكم تقرأ كده في سفر التكوين 2 أحداث الفرح، ربنا يقول كده أصنع، أوقع، أخذ، ملأ، بنى، أحضر. تلاقوا الأفعال كلها مرتبطة بربنا. أصنع له معين النظير، أوقع سباتا على آدم فنام، أخذ واحدة من أضلاعه
ملأ مكانها لحما، بنى الضلع أحضرها إلى آدم. يبقى ربنا هو الفاعل في هذا الموضوع. ده معناه إيه؟ معناه أنه أنا إذا عاوز أعامل شريك حياتي بهذا المنطق يبقى لازم أبص إلى أنه شريك حياتي ده هدية من ربنا. ميكال غلطت الغلطة اللي كتير مننا بيغلطوها أزواج وزوجات، بيبص لمراته على أنها إيه؟ واحدة عادية. لا، مراتك أو زوجك ده مش واحدة عادية، ده الكتاب بيقول في سفر ملاخي الأصحاح الثاني، ارجعوا اقروه يا جماعة، إنها آية خطيرة جدا، يكون الرب شاهدا بينك وبين امرأة شبابك. ربنا شاهد على هذا العقد. الست دي من ايدين ربنا، عطية من ايديه، الراجل ده هدية من ربنا، ما ينفعش ابصله بصة تانية. يعني ايه يا ميكال تقول عنك الكتاب احتقرته؟ احتقرته يعني انت بتبص لجوزك بس وناسية ان ربنا هو اللي ادهولك وهو اللي اعطاكي هذا الانسان. يا جماعة ربنا هو اللي جمعنا وربنا هو اللي جابنا البعض. ممكن واحد يقول لي احنا اتجوزنا ازاي؟ اتجوزنا ازاي؟ اقول لك اتجوزت ازاي؟ مش عارف مين جاب لي عروسة، جوزنا جوازة صالونات، لا قابلتها في الكلية. لا، ده دي الظروف اللي انت شايفها بعينيك، لكن لو عاوز الحقيقة ربنا كان خلف الأحداث، أحضر وأخذ وبنى وملأ، هو اللي جمعكوا على بعض، هو اللي رتب هذه الظروف. لو بصيت لشريك حياتك على حاجة غير كده تبقى في منتهى 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 الاستهانة بفكر الله. دي خطة ربنا رتبها عشان يبعت لك شريك الحياة. ولذلك حصل ايه بقى؟ الكتاب بيقول كده في لوقا 6، الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. ويقول برضو في متى 12:34، من فضلة القلب يتكلم ايه؟ اللسان. القلب غير نظرته يبقى اللسان ايه؟ يغير كلامه. طيب هضرب لكم مثال عشان تفهموني يا جماعة، عشان تعرفوا اول سبب لازم اصلح قلبي، لازم عينيك تبص لشريك حياتك على انه ده ربنا اللي بعته لك، ما ينفعش تحتقره. تحتقره يعني ربنا غاب من المشهد، حتى بالرغم من عيوبه، حتى بالرغم من ضعفاته. هضرب لكم مثالين. مثل في سفر التكوين اصحاح 2 عدد 22 مقارنة بسفر التكوين 3:12. تكوين 2:22 أول بيت شعر اتقال في التاريخ، سمعتوا عن أشعار الحب طبعا، عارفين آدم قال لحواء إيه ساعة لما شافها؟ شعر. قال لها من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأة. ده آدم بيقول لحواء. طبعا اللي يسمع الآية دي لازم يعني ايه يخلع قبعه احتراما لادم، انت راجل تقول كلام شعر اهو بقى. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه. خلي بالكم ان ادم وحواء ما كانش ليهم اباء وام، يعني ادم بيقول لحواء من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه. طب هو ادم كان له اباه وام؟ لا. امال بيقول لها كده ليه؟ بيقول لها كده ببساطه، يعني عايز يقول لها ايه؟ يعني بيت الشعر بيقول ايه؟ عارفه يا حواء، عارفه لو كان ليا اب وام كنت سبتهم عشانك. شوف الحلاوه، يعني شوف الجمال، شوف جمال التعبير. وطبعا الآية دي تنطبق على ما بعد آدم، لكن يعني هو عاوز يقول لها أنا بتكلم بلسان كل اللي جايين بعدي وبلساني، لو كان لي أب وأم كنت سبتهم عشانك. ده ربنا يديك العمر والصحة يا آدم. تكوين 2:22 تمام. إصحاح 1، ما كملناش إصحاح، واحد آيات صغيرة كده. تكوين 3:12 بقى، ساعة لما آدم أكل من الثمرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها، فربنا بيسأله بقى بيقول له آدم، آدم أين أنت؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ حصل إيه بقى؟ بعد ما كان بيقول لحواء أنت عظم من عظمي ولحم من لحمي وربنا الكلام الجميل ده، يقول له ربنا كده المرأة التي جعلتها معي. الله، ده أنت بقيت بقى بتبص للست دي على أنها المرأة، يعني دي بقى ما بقتش عظمة من عظمي، دي المرأة حاجة برايا كده. نظرته اتغيرت، فبدأ يكيل لها الاتهامات والتهم ويزعل ويهاجم. أسباب الخلافات، ببص لشريك حياتي على إنه حاجة برايا مش حاجة ربنا اداهاني. عارف لو دي حاسس إنها ربنا مديها لك كنت تدافع عنها يا آدم، وكنت تقول له أنا اللي غلطت. بالعكس، ده حوة تطلع براءة. لما ربنا بيكون مالي مشهد قلبي، بالعكس ده أنا بحب شريك حياتي حتى وهو غلطان،
ودافع عنه وأقول بلغة لوقا 23 لا يعلمون ماذا يفعلون. ده أنا دافع عن الناس وأقول له معلش هي ما تقصدش يا رب. لكن لما نظرة الإنسان من جوه تتغير بدل ما شريك حياته بحتة منه، يعني لو أنا إيدي غلطت مثلا هروح أقول للقاضي معلش إيدي اللي سرقت هي اللي غلطانة؟ طب ما إيدك دي حتة منك، حوى دي حتة منك، يبقى كان المفروض تدافع عنه. مثال تاني شهير جدا في العهد القديم، مثال إبراهيم وسارة. لما إبراهيم يتغرب في أرض مصر يعمل نفس عملة آدم، قولي أنك أختي لما نزل لأرض مصر، فقال لها قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك. يعني تخيلوا إبراهيم وسارة نازلين أرض مصر متغربين، كان في جوع، فيقول لسارة قولي لفرعون أنك أختي ليه؟ ليكون لي خير بسببك، أصلهم هيقتلوني يا سارة لو قلت أنك مراتي. يعني اعقلوها كده، راجل بيحط مراته تحت رجليه وبيقول لها قولي انك اختي عشان يكون لي اخي، يعني وكمان عاوز يطلع نفسه ايه كسبان من الموقف. هم لو خدوك وحد فيهم اتجوزك ربنا يسهل لك، المهم ان انا ما اموتش. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ابراهيم بيبص لساره على انها حاجه براه. لو كان ابراهيم بيبص لساره لانها حته منه كان قال لها انا اللي ادافع عنك في الموقف ده. يا احبائي نظرتنا لازم تتغير ناحية شريك الحياة. أول أسباب الخلافات الزوجية نظرة خاطئة، عاوزين نبص بعينين تانية. مراتك حتة منك، جوزك حتة منك، حتى لو غلطان، حتى لو بعيد عن المسيح. القصة الجميلة اللي حضراتكم يمكن فاكرينها يوم الفرح أفكركم بيها. يمكن كتير مننا بيسألونا السؤال ده، وأنا هختم كلامي بهذا المثال الرائع. يعني لما بنقرأ الوصية اللي الكنيسة ادتها للعروسين، الكنيسة بتضرب لنا مثل إبراهيم وسارة وبتقول للمرأة خليكي زي سارة كما كانت سارة تنادي إبراهيم داعية إياه سيدها، اللي هي مكتوبة في بطرس الأولى صحاح 3. حد فيكم سأل نفسه شمعنى الكنيسة نقت قصة سارة، يعني سارة بالذات، مع ان في امثله كثيره جدا في الكتاب المقدس عن سيدات فضليات؟ يعني انا مثلا شخصيا لو قدامي نساء كثيرات اختار مثلا ابيجايل. ابيجايل اللي وقفت مع داود ودفعت واطفات غضب داود ناحيه جوزها نبال. اختار رعوث اللي احبت حماتها نعمي ووقفت معاها بعد ما جوزها مات. اختار رفقة اللي سابت ارضها وبيتها وراحت مع اسحاق في ارض غريبة تكوين 24. لكن ليه الكنيسة اختارت سارة؟ اقول لكم ليه. لان سارة الشخصية التي وقفت مع زوجها ما غيرتش نظرتها لي. لما قال لها قولي انك اختي ما قالتلوش انت وانت، كان ممكن تمسكه يعني ها مسكة، يعني يا ربنا ما يوريك مسكة الستات، مسكة اللي هي بقى تعالى بقى تعالى لي كده بقى انت تقول عليا اختي يا كذا يا زي ما بنسمع في الخناقات الغير عاطفية اللي بتحصل كيل زي ما عملت ميكال. ما هي ميكال عملت كده مع داود احتقرته في قلبها. كان ممكن سارة تحتقر ابراهيم في قلبها وتقول له انا بحتقرك يا ابراهيم لانك انت بدل ما تدافع عني بتحطني في وش المدفع وما يهمكش اذا كنت اتجوز واحد غيرك. طبعا انتوا عارفين اللي حصل، ان فرعون اخد سارة ولولا محبة الله اللي بيحبنا وإحنا ضعفاء ما كان ده حصل. يعني ربنا أنقذ إبراهيم من يد فرعون، ظهر لفرعون وقال له إيه اللي أنت بتعمله، إزاي تاخد واحدة متجوزة، ربنا اللي دافع يعني. لكن سارة لم تحتقر إبراهيم في قلبها، بالعكس حبته وزي ما قال لها قالت داعية إياه سيدة. عارفين حصل إيه؟ لما سارة احترمت جوزها حتى وهو غلطان ربنا أنقذها وأنقذ جوزها، وكبرت سارة في عينين ربنا جدا، فضرب بها مثل لكل الستات. وأصبح المثل اللي بيقوله معلمنا بطرس الرسول اللي الكنيسة بتقراه لنا في بطرس الرسول الأصحاح الأول العدد الثالث، الإصحاح الثالث العدد 6، كما كانت سارة تطيع إبراهيم
داعية إياه سيدها. وبعدين يعلق ويقول كده بقى إيه، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، أيها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. هتبقي أنت سر خلاص جوزك، وهتبقى أنت سر خلاص مراتك. يا جماعة درس النهاردة مهم جدا، إزاي نبص لشريك حياتك. مراتك عطية، هدية، نعمة، ربنا كان شاهد على هذا العقد ويقولك الست دي من إيديا، حبها لأنها عطية مني، حبيه لأنه هدية مني. إذا ابتدينا نغير نظرتنا، إذا كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلم، وإذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون منير. إذا كانت علاقتنا ببعض أي مع النظرة دي، علاقتنا ببعض هتتزبط وتتصلح. درس النهاردة مهم، بص لمراتك، بص لزوجك على أنه من إيد ربنا، أحضرها إلى آدم. نتقابل بعد الفاصل. أحبائي المشاهدين في قناة أغابي، زي ما وعدناكم بنهتم بكل ميل وبكل جواب بتبعته لنا، والحقيقة كمية الميلات اللي وصلنا كتير جدا، والجوابات زي ما هي موجودة، بنعيدكم ان احنا نرد على كل واحد من الجوابات دي. نخترت النهاردة 3 ميلات صغيرين نرد عليهم. في واحد بعت لي من أمريكا، نادر، بيقول ان هو عنده ولدين صغيرين، واحد 3 سنين واحد 5 شهور، وعايش في أمريكا. وسؤاله بيقول إزاي أربي ولادي مع المسيح، وإذا عملت كده هيبقى فيه مشاكل أثناء ذهابهم للمدرسة، هم مختلفين عن الفصل، ممكن يلاقوا أولاد ماشيين في سكك بعيدة عن ربنا. وطبعا بيشكر القناة وبيشكر البرنامج، احنا برضو بنشكرك يا نادر. احنا هنوعدك ان احنا نتكلم على موضوع تربية الاولاد، ولكن عاوز اطمنك على حاجة. احنا كتير جدا 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 بنشوف عائلات عايشة برا، وربنا يديك نعمة تبقى عارف ان قوة ربنا اقوى بما لا يقاس من تأثير المجتمع اذا كان البيت بيربي حلو. شوف الكتاب يقول كده عن يوسف الصديق، يوسف لما تربى في بيت فوطيفار، هو بعيد عن أهله، ولكن يوسف لما عاش في بيت فوطيفار ومرات فوطيفار حبت تغري، ما قدرتش توقعه في الخطية، مع أنهم كانوا لوحدهم وكان شاب وكان صغير وكان بعيد عن بيته. يقول الكتاب كده، قال لها في تكوين 39 عدد 9، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. والكتاب يحكي لنا المفتاح ليه يوسف كان كده في تكوين 49-22. يقول الكتاب، يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين. أصل اللي حصل أنه يعقوب أبو يوسف رباه على الشركة مع الله، فيوسف كان كل يوم في شركة مع المسيح، فقدر يقف ضد تيار العالم. لو ربيت ولادك على المذبح، مذبح العيلة، مذبح الكنيسة، غرستهم، الكتاب يقول بنوك مثل غروس الزيتون، اغرسهم صح وما تخافش عليهم حتى ولو في أتون النار. ربنا معك يا نادر. في سؤال تاني جايلي من روبير بطرس، ميل تاني برضو بيشكرنا وبيشكر القناة، وبيقول انه يعني نفسه انه برامج تتقدم او مواضيع كتيرة تتقدم. وسؤاله اللي بيسأله، بيسأل عن زواج الأقارب، الفيرست كازن ماريج، زواج الأقارب اللي هم أقارب الدرجة الأولى يعني. وبيقول ايه رأيك في زواج الأقارب، هل هو من الناحية الجينية والوراثية آمن، وهل ممكن نقلل احتمالات الخطر في زواج الأقارب؟ هيا روبير، عاوز أقولك أنه طبعا هناك يعني فكر مستقر من زمان أن زواج الأقارب فيه مشاكل، على اعتبار أن نسبة انتقال الوراثة أعلى بحكم أن الجينات بتبقى مركزة مكثفة بحكم القرابة يعني. ولكن دي مش قاعدة، القاعدة بتقول انه دلوقتي احنا في زمن العلم ممكن يتعمل جينيتك ستادي، دراسة جينية، ودلوقتي بقى في مراكز متخصصة في مصر وفي العالم كله، بيتاخد عينة من كلا الطرفين ويتعمل probability study، نظام دراسة الاحتمالات، وبيتقالك النسبة اخبارها ايه، بيسألك بيعملوا هيستوري ليك، تاخدوا منك تاريخ المرض ومن شريكة حياتك، وبعدين يتعمل تحليل دم،
واحيانا تحليل انسجه، ويتقال لك الجينات بتاعتكو اخبارها ايه. فاذا لقيت ان الاحتمالات عاليه جدا القرار بتاعك. طبعا لا يوجد في الطب حسم انه لازم هيجي لك المرض الفلاني او لازم هيجي لاولادك المرض الفلاني، ولكن احنا بنحط قدامك الموضوع وانت صاحب القرار. سؤال الثالث، جالي سؤال من حد بس ما قالش اسمه، بيقول انه او هي بنت بتقول ان عندها مشكله صعبه قوي وكاتبه قوي يعني قوي قوي غالبا يعني الميل كله قوي، وايه الميل السؤال بتاعها انها معجبه بشخص بس ما قالتلوش، يعني هي حب من طرف واحد، وانا بحس انه بيبادلني نفس الاهتمام او الاعجاب، هي ما قالتلوش بس غالبا طبعا زي ما انتم عارفين لغه العيون هي عماله تبص له وهو بيبص لها، وانا اريد ان اعرف اذا كان احساسي صحيح ام لا. طبعا انا كان نفسي اشوفك النهارده عشان اقول لك كلمتين في ودنك مش هقولهم لك على الهوا يعني، انما هحكي لك قصه ارد بيها على الميل بتاعك وما تزعليش مني. يعني كان عندي مره في اجتماع من الاجتماعات واحده بنت جت قالت لي دكتور مجدي فلان خادم في الاجتماع بيحبني قوي زي ما انت كاتبه قوي قوي. قلت لها ليه يا ستي؟ قالت لي اصل كل ما بيسلم عليا بيتك على ايدي بالقوي. اسبوع جت لي بنت تانيه في نفس الاجتماع قالت لي الخادم الفلاني بيحبني قوي. قلت لها ليه؟ قالت لي كل ما بيسلم عليا بيتك على ايدي بالقوي. الاسبوع الثالث بنت ثالثه من نفس الاجتماع قالت لي الخادم الفلاني هو نفس الخادم بيحبني بيتك على ايدي بالقوي، والثلاثه عايشين في وهم ان الخادم ده بيحبه. فقلت اخد بعضي واروح للخادم ده اشوف اخباره ايه، جيت اسلم انا عليه اتك على ايدي انا بالقوي. فهمتوا القصه؟ انه الثلاثه عايشين في وهم ان الاخ الباشمهندس ده كل ما بيسلم على واحده هو ايده ناشفه فبيسلم عليهم ففهموا ان هو بيحبهم قوي، وعاشوا الثلاثه في وهم. فانا مسكت الراجل ده على جنب قلت له يا باشمهندس لو سمحت لما تبقى تسلم على اي حد انا غيري سين صاد عين خاء اي اسم ما تبقاش تتك بالقوي. يا جماعه الحب له اصول، معيشه نفسك في وهم يا ماما وان ده بيحبك، وبعدين لو طلع بيبص للي وراكي ها، ولا طلع بيكلم اللي جنبك، ولا طلع اللي مش مشغول بيكم انتوا الاثنين، ولا طلع بيفكر في حاجه ثالثه، ولا طلع سرحان اساسا، هتعيشي نفسك في وهم. الحب له اصول، الحب عباره عن ثلاث كلمات، نور لازم في النور، مصارحه، طالما في حب يبقى في مصارحه، مش هنقعد نخبي ايه، بيحبك يجي يتفضل يتقدم وانت قاعده معززه مكرمه ويقول لك انا بفكر فيك. ادي واحده. اتنين مسؤوليه، طالما قال كده يبقى لازم المسؤوليه دي تبقى معلنه قدام ربنا قدام بيتك قدام بيته قدام الكنيسه، يبقى نور ومسؤوليه. ثلاثه الحب رقم ثلاثه خطوات جاده، بعد ما قلت كذا ومسؤول نبتدي نحط برنامج للارتباط، غير كده يبقى ما تلوميش غير نفسك لو قعدتي تحبي وبعد كده تقولي وقعت على جدور رقبتي زي اللي حب ايه ولا طالش، ما تعمليش كده. وربنا يبارك حياتك وحياة كل المشاهدين، ونعدكم ان احنا نجاوب على بقية الأسئلة ان شاء الله في المرات اللي جاية. نلتقي بعد الفاصل. أحبائي المشاهدين في قناة أغابي، في تقليد جديد هنرسيه إن احنا نقول لكم جملة زواجية، فكرة زواجية تعيش معاك وتبقى باقية معاك تحتفظ بيها في قلبك وفي ذهنك في آخر البرنامج. جملتنا النهاردة الحب والتحضر هو أن تعامل زوجتك كما تعامل باقة ورد. مراتك وردة عاوزة اللي يعتني بيها وعاوزة اللي يسقيها وعاوزة اللي يحافظ على نضارتها، من فضلك ما تطفيش الوردة الجميلة اللي ربنا حطها في بيتك. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، مراتك بوكي ورد حافظ عليه. أنا فرحان أنه في جوابات كتيرة جات منكم، بفكركم الميل ووسائل المراسلة هتطلع دلوقتي قدامكم على القناة، ما تترددش أنك تبعت لنا أسئلتك، وتأكد أن كل سؤال بتبعته لنا هو موضع اهتمام من كل واحد في البرنامج. ربنا معاك واشوفكوا على خير في الحلقة الجاية بنعمة ربنا.